صباح الخير يا حاج. صباح النور. معاد الحقنة. مش هاخد حقنة. فين زهرة؟ زهرة اجازة يا حاج. تاني؟ مش انا قلتلك طول ما انا هنا زهرة ما تاخدش اجازة؟ ما هو برضو من حقها يا حاج، وبعدين انا جاي امرضك بنفسي. كتر خيرك يا ستي، انا ما حدش يمرضني غير زهرة. فين زهرة؟ اجيبها لك منين دلوقتي يا حاج؟ اتصلوا بيها تيجي. ما عندهاش موبايل. زهرة ما عندهاش موبايل؟ ده كلام؟ فين منتصر؟ اغلى موبايل في مصر. هلا هلا هلا، ده الاوتوموبيل ولف على الحي بتاعنا. والبركة في مين؟ على الهانم بنت الوصول اللي عاملة فيها خاطرة الشريفة. لا مش هنزل، انا النهاردة اجازة، وبعدين عايزة استريح شوية. يا ستي الحاج هيعوضك عن يوم الاجازة ده، وبالمناسبة هو بعت لك الموبايل ده بالخط بتاعه، وكمان مسيف لك عليه نمرته. لا انا مش عايزة حاجة، برضو مش هنزل، وبعدين انت عايزني ازاي اسيب امي قاعدة لوحدها؟ وما فيش حد غيرك بيقعد معاها؟ خليل اخويا لو ما عندوش شغل. طب ما انا لما جيت المرة اللي فاتت كانت قاعدة لوحدها. يا بنت اسمعي الكلام وانزلي بقى شوفي شغلك. الله يخليكي، ربنا يخليكي لينا يا ست الحاجة. مش رايحة يعني مش رايحة. يا بنت حرام عليكي، لا يكون الراجل تعبان ولا حاجة ومحتاج لك. والله يا ست الحاجة ده الراجل تعبان قوي والله، ده الحد دلوقتي مش عايز اي حد يجي جنبه لغاية ما تيجي الست زهرة وتديله الحقنة بنفسها. يا بنت ان كنت عاملة على قعدتي لوحدي ما تخافيش، انا واخدة على كده وكل حاجة جنب مني، والحمد لله دلوقتي ابتديت اتحرك شوية. وعشان خاطرك انت يا ست الحاجة انا هخلي الحاج يديها 500 جنيه تعويض عن اليوم ده. لا لا يا استاذ، لا ده كده قليل قوي، 500 جنيه دي يوميتها في المستشفى بالاكراميات 2000 جنيه. 2000 جنيه. 2000 جنيه؟ اه ماشي مفيش مشكله. طب يلا يا بيت يلا ما تضيعيش الفرصه من ايدك. حاضر، انا هنزل بس عشان خاطر امي. ايوه بقى كله كده علني، عيني عينك يا تاجر. خلاص مفيش رجاله مفيش شنبات، يا خساره يا خساره على الرجاله يا خساره على رجاله الحته. هو يصل ده صحيح؟ اللي ما يشوفش بالقطر يبقى اعمى. جيت وهلت يقرع. اقرع ايه المقابله الناشفه دي بقى؟ اسكت اسكت، انت مش اتفضحت في الحته كلها وبقت فضحتك بجلاجل؟ اختك زهره النهارده واحد جه خدها بعربيه وراحت معاه. راحت فين يا بنت؟ وانت بتسالني انا استناها يا حبيبي لما تيجي وتبقى اسالها راحت معاه فين؟ ولا تستناها ليه؟ اسال امك، ما هي امك سرهم كده كده. انت شفتيها بعينيك ديت راكبه العربيه؟ انا مش شفتهاش لوحدي يا حبيبي، الحته كلها شافت اختك وشافت الفضيحه. ولا كيداهم على قالته عليك وعلى اختك. ماشي يا زهره، هي وسطت العربيات ما شفتهاش لك بهارها اللي قدام. وده يطلع مين ده يا بت؟ انا مش قلت لك قبل كده؟ قلت لي ايه؟ وانت عيلتي بتقولي لي حاجه؟ انا بسمع من بره زي الغرب. بيشتغل عند الحاج فرج ابو اليسر. فرج ابو ايه ده؟ فرج ابو اليسر المحل هدوم بتاعه عندنا في الحي الكبير ده. يا دين النبي، هو انت تعرفه يا واد يا خليل؟ انا اطلع مين انا عشان اعرفه؟ دي مصر كلها عارفاه، دي محلات الملابس بتاعته ماليه شوارع مصر. بس اشمعنى انت بالذات يا بنت اللي طلبك يوم اجازتك؟ ما اعرفش، روح اساله. اساله وتلاقيه بقى هرش وقب بالمعلوم. تقصد ايه؟ اقصد يعني خدت كام؟ يعني ايه يا بت؟ خدت كام؟ يعني خدت قرشين وجبت بيهم كلهم دواء لامي. يا دي ام الدواء اللي مش عاوز يخلص ده، ما هي الست دي مش عايزه تخف بقى. الله يخرب بيتك، انت مفيش في عندك رحمه؟ دماغك كلها في الفلوس، حتى امك مش عايز تتمنى لها الشفاء. اعمل لها ايه؟ انا قبل اكون الولاد دي بتاخد الدواء غلط من هنا كده،
وبعدين ده واخد كل فلوسك. اللي يسمع كده يقول انك انت بتصرف على علاجها من جيبك. أنا. هو انا وانت في فرق بيننا؟ عايز حاجه تاني مني؟ اه عايزه. اه خدت البرتقال وماشي ليه اقعد هنا؟ عايز ايه؟ بقول لك ايه، انا عاوزك تركزي مع الراجل ده اللي اسمه فرج ابو اليسر. يعني ايه اركز معاه؟ الراجل ده كله خير يا زهره، هتشوفي منه الخير والسعد كله، وبكره تقولي اخويا خليل قال لي كده. مش فاهمك برضه يا خليل، تقصد ايه؟ قصدي خير يا حبيبتي، انا مش عايز منك حاجه، احنا لا شباب عواله ولا مستنيين حواله من حد، انا عايز مصلحتك انت بس يا زوزه. وبعدين رغم ان انا تعبان ونفسي اتجوز بديعه، الحكايه طولت قوي، ونفسي انقل الدبله من ايدي اليمين لايد الشمال. ايه ده؟ هي عملت ليه كده؟ هي ايد الشمال دي شتيمه ولا ايه؟ فول ولا طعميه؟ واحد فول واحد طعميه، اوعي يكون نسي يحط لك طرش. لا جايبه اهو. قولي لي بقى، ما بتتكلموش في الموبايل ليه؟ اصل ما يعرفش ان انا جبت موبايل، عشان كده بضرب عليه ما بيردش عليا. طب ما الحاج ومنتصر عارفين نمرتك، اكيد ادوها له. لا ما هو ما بيجيش المستشفى، هيشوفهم فين؟ مين قال لك؟ ده جه بعد ما انت خلصتي ورديتك. ماجد؟ ايوه ماجد، حتى انا سلمت عليه. وما سالكيش عليا؟ لا ما سالنيش عليكي، تلاقيه بقى اتشغل بحد تاني. يعني ايه اتشغل بحد تاني؟ انتي انا اول شفتي معاه حد؟ بصراحه لا، انا ما شفتش معاه حد. امال انت تقصدي مين بالكلام ده؟ اي حد من اللي بيركبوا معاه الطياره. لا 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 لا، ما افتكرش، ما جيتش من النوع ده خالص. خلاص براحتك، ما تفتكريش. انا مش قادره افهمك يا نوال، انت ليه بتحاولي تفرقي بيني وبينه؟ يا زهره يا حبيبتي، انت صاحبتي وانا عايزه مصلحتك، مش عايزاكي تعيشي في اوهام وتضيعي الفرصه الحلوه من ايديكي. انا فرصتي الوحيده ماجد، ما بحبش حد غير ماجد، مش هتجوز حد في الدنيا غير ماجد، حتى لو جبتولي راجل معاك نص الدنيا كلها. ما شاء الله، بقيت عال قوي يا حاج، انت دلوقتي ممكن تخرج في اي وقت. اخرج؟ اخرج نروح فين يا دكتور؟ تسيب المستشفى خلاص، مبقاش فيه لازمه ان انت تستنى هنا. لا لا لا، ده فيه لازمه قوي، انا حاسس ان لازم استنى شويه. صدقني يا حاج، انت بقيت زي الحديد، ما فيكش حاجه. امره غريب يا دكتور، حديد ايه زرنيخ ايه؟ وانت هتعرف اللي انا حاسس بيه اكتر مني. طب حاسس بايه يا حاج؟ حاسس ان قلبي ايد نار بعيد عنك. اه قول كده بقى. على العموم انا هكتب لك على حقن مناسبه تبقى تاخدها في البيت عندك، هتبقى زي الفل، بس على شرط زهره اللي تديني الحقنه. تعال يا سعيد، تعال احط الحاجات دي على السفره جوه. ايه ده ايه الحاجات دي؟ لا ده حاجه بسيطه كده مش قد المقام. وماله الناس لبعضيها، بس مين سيادتك يا عم؟ انا منتصر، مدير اعمال الحاج فرج ابو اليسر، هو اللي بعت الحاجات دي للست زهره. كتر الف خيركم، هي لما بتاكل برضو. بس يعني بمناسبه ايه؟ بمناسبه المجهود اللي عملته معايا في المستشفى، بعد اذنكم. اتفضل اتفضل، هنستنى وشرفتنا، تيجي لنا بقى يوم من اول النهار نقضيه مع بعض. تعالى تعالى. على فكره ده الراجل اللي اختك كانت راكبه معاه العربيه. يا سلام يا سلام يا سلام، لو يحصل اللي انا بفكر فيه يا بديعه، يا سلام، هتعيش ايام عمرك ما حلمت بيها ولا عمرك تحلم بيها. تعالى تعالى لما نقيس ونشوف جمال. ما حدش يمد ايده على حاجه لحد ما تيجي زهره بنتي وتشوف هتعمل ايه. ماجد ماجد ماجد، انا عماله من الصبح عندي عليك، انت بتسمعني ولا ايه؟ ما خدتش بالي. ايه يا ماجد في ايه؟ مفيش، اصلك انت النهارده طول النهار يعني ما اتكلمتش معايا خالص. يعني عشان اعمل خطر للحاج مش عايزه يزعل. يزعل؟ وايه اللي دخل الحاج بيني وبينك؟ ما انا لسه سامع اخبار حلوه. اخبار حلوه بخصوص ايه؟ انا مش فاهمه. يعني مش عارفه؟ لا مش عارفه، احنا مش هنقف نتكلم هنا، ممكن تنزل تحت تستناني؟ ويا ترى الحاج هيسمح لك؟ انا مش فاهمه انت تقصد ايه، انا واحده حره ما حدش ليه كلمه عليا، وبعدين الحاج خارج النهارده، انا عايز اعرف هشوفك ازاي بعد كده. ماجد عشان خاطري انا هغير هدومي وهنزلك على طول، استناني ها من فضلك.
خلاص يا فقرة خلاص. اوعى. طب لما يجي عفاف واطيه والله كل ما اشوفها هضربها. الله جيتي يا زهرة؟ ايوه جيت. الله يعني رجعتي بدري ما لحقتيش؟ اه رجعت وخلاص. ومالك منعكشه كده ليه؟ بس اتخنقت. اتخنقتي مع مين؟ بقولك ايه، اما سيبيني في حالي انا اعصابي تعبانه. طب اسمعي، الجدع اللي مع الحاج بتاع المستشفى جه وجاب معاه اكياس كان كده فيهم هدوم، عايزاكي تخرجي تبصي عليهم ليكون اخوكي ادى المدعوقه دي خطيبته حاجه. ايه هو الراجل ده مش عايز يسيبني في حالي؟ انا مش عايزه منه حاجه. ايه ده يا ابني، مفيش غير كيس واحد. تبقى المدعوقه خطيبه اخوكي هي اللي لطشت الباقي. هو فين خليل؟ نايم بره. ماشي خليل. عيلة واطية صحيح،